جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قام ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر قال: نمنعهن، والله لنمنعهن، لا يتخذن المساجد. دخلت، دخل تتخذ المسجد سبب وتخرج ويأتي عليها ما يأتي، كل ذلك من شدة غيرته رحمه الله. ما يتخذنها دغلا، سبب تخرج وتذهب وتجي، فين رحت المسجد، فين جئت من المسجد. فغضب غضبا شديدا فسبه، في الرواية يقول: سبه سبا لم أسمعه سب مثله من قبل. ثم قال: لا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيت وكيت؟ ذكر عبارته: والله لا أحدثك أبدا. فمات وهو هاجر له، فهذا بسبب عظم المخالفة. أراد هذا غيرته على عرضه، لكن ابن عمر نظر إلى ما رضي الله عنهما أبوه، نظر إلى المشاقة ورد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه بهذا كل ذلك زجرا لمن يسمع، حتى لا يقع فيما وقع فيه هذا الواقع. عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أفتت، وابن مسعود وغيره، فذكروا المقدار، قال: أنا شعري كثير وما يسد، الصاع ما يكفيه. قالت: أو قد كفى من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا. قال الحافظ: وقبله وبعده جمع من العلم، قال: فيه مشروعية الإغلاظ عند التعليم، فإذا جاء مثل هذا فنعم قد يقوم الموجب. أحمد أبو ثور قال: خذوا لكن احذروا قرنه. لما؟ لأن عنده أغلاط. أحمد رحمه الله جاء إليه جائن ناقلا له كلام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل العباسي في ابن الزيات، وكان من المعتزلة، تحدث معه فأساء وذهب إلى مذهب الجهمية، فسبه وقذف أمه، قذفه بأمه، قال له: يا ابن الفاعلة. فجاء جائن إلى أحمد رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله، إن المتوكل قال لابن الزيات كذا وكذا. قال رحمه الله ورضي عنه: إني لأرجو أن يغفر الله له، ما قال ذلك إلا نصرة للسنة. وهكذا، فإذا قام الموجب قد يكون الإغلاظ والزجر لتأديب المستمع، حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه هذا الجاني. والكلام في ذلك كثير، والمرء إذا قام كما قال الإمام عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: والمرء إذا قام منتصرا لدين الله لا يجوز الاعتراض عليه بعباراته ولا بخطئه وزلاته. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم. بدري غفر له ما يسمى بلغة العصر الخيانة العظمى، ما هو كتب بالكتاب إلى قريش يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ حاطب بن أبي بلتعة. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة عليا ومن معه فأخرجوه من ظفيرتها في روضة خاخ على يسار الذاهب من المدينة إلى مكة قبل نقطة التفتيش على اليسار، تلك روضة خاخ. قال دعني أضرب هذا المنافق. قال ما هي عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحسنة العظيمة تمحو مثل هذا ولا يعترض بها عليه. فهكذا المرء إذا قام نصرة لدين الله لا يجوز الاعتراض عليه بزلاته ولا الالتفات إلى سقطاته وعباراته، كما قال الإمام عبد اللطيف رحمه الله، وقد يكون ثم موجب عنده لا تعلمه أنت، وهذا مبسوط في كتب العلم وأهل العلم المطولة. نعم، لأن المقصد من هذا ما أجمعوا عليه وهو نصرة الدين وإظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا ما هو الطعن للتشهي، وإنما لأجل إظهار الحق وإخماد صوت الباطل وأهله. فلما كان كذلك أجمع العلماء على جوازه. نعم.